مشاهدينا الكرام متابعينا الافاضل، نجدد لكم التحيه، وها هي الانطلاقه وها هي التحديات. هنا مسيرتنا وشوطنا الثامن، اما انطلاقتي بعون من الله تعالى وتوفيقه. شوطنا الثامن للقعدان، نتابع ونسير مع الواعي لسعيد بن عتيق بن فتره الرميثي من ياتينا على المركز الاول. سعيد بن عتيق بن فتره راشد الرميثي هنا يتواجد بانطلاقته ورا الصاد لسعيد بن مطر بن محمد بضبيعه لقتبي، وهناك الحذر احمد بن مطر بن سالم بالعرطي الحميري من ياتينا على المركز الثالث. والمركز الرابع ذيب مانع بن خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي، وعلى المركز الخامس مايهاب حميد بن محمد بن سالم الزرعي من ينطلق على المركز الخامس. وأرى التسلل هنا من الحذاف مسفر بن سالم بن مصر بالقوبعة المنصوري من يأتينا بهذا الانطلاق وبهذا الأداء. شعارات أسامي أيضا قادمة هنا باحثة عن الناموس، باحثة عن التحدي. نعود هنا إلى الصدارة، نعود ما شاء الله، ذعنا في المركز الخامس. ها هو الحذاف يتسلل إلى الصدارة، إلى المقدمة وإلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط هنا بانطلاقته وتحدياته هنا بهذا الأداء الجميل. مسفر بن سالم بن مصفر بالقوبعة المنصوري، ويأتينا على المركز الثاني الذيب مانع بن خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي، وهنا ما يهاب حميد بن محمد بن سالم الزرعي. ووصل نجد، قلنا أسامي خلف الخمسة المراكز الأولى، وصل نجد هنا بشعار سلطان بن خليفة بن حاسوم، خليفة بن سلطان بن خليفة بن حاسوم الدرمكي من يأتينا على المركز هنا الرابع. والمركز الخامس حشيم علي بن حمد بن دغمال الزرعي من ينطلق على المركز الخامس. هذه هي النتيجة للمراكز الخمسة الأولى هنا في هذا النداء للمراكز الخمسة. هنا نقترب مشاهدينا ومتابعينا الكرام من مضيق العبور هنا وجسر العبور بهذا الانطلاق. نعود مع الحذاف على الصدارة، الحذاف على المقدمة وعلى المركز الأول. يسيطر مصر بن سالم بن مصر بالقبعة المنصوري، ويأتينا الذيب مانع بن خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي على المركز الثاني. والمركز الثالث أرى بن دغمال مع حشيم هنا يتسلل بهذه الانطلاقة، علي بن حمد بن دغمال الزرعي من ينطلق بهذه اللحظات. وما هناك ما يهاب لحميد بن محمد بن سالم الزرعي هنا بهذه الانطلاقة. الله، وهناك نجد خليفة بن سلطان بن خليفة بن حاسوم الدرمكي من الجانب الآخر، وأسامي قادمة، أسامي قادمة باحثة عن الفوز، ولكن الحذاف، الحذاف حاذف الجميع ومنطلق بالصدارة، منطلق بالمقدمة وبالمركز الأول وصدارة هذا الشوط. الحذاف، الحذاف هنا مصفر بن سالم بن مصر بالقبعة المنصوري بهذا الانطلاق وبهذا التحدي. ما شاء الله، بدأ ينطلق بالصدارة بدون أي أوامر، بدأ يباعد، يبغي ند الشبه. سلام على هذا الأداء، تهانينا للداعم الرسمي لهذا الشعار بو أحمد سالم بن مصر بالقبعة المنصوري أولا على هذا الأداء المميز هنا، لأيضا الحذاف وانطلاقته المتميزة بدون أي أوامر ولا شبه أوامر، أداء تلقائي، عرض جميل هي هنا يقدمه الحذاف. سلام 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 ندي الشبه، سلام على هذا الأداء المميز الجميل للحذاف. تهانينا، تهانينا لمصر بن سالم بن مصر بالقبعة المنصوري على هذا الفوز المميز الجميل وانطلاقته وتحدياته. المركز الثاني وصل مشاهدينا الكرام نبه سعيد بن خميس بن ذيبان المنصوري، ويأتينا هنا أيضا بالشاوي مع رعد سيب بن نايع بن سالم بالشاوي لغفلي. والمركز الرابع ما يهاب حميد بن محمد بن سالم الزرعي، وخامسا نجد خليفة بن سلطان بن خليفة بن حاسوم الدرمكي هنا. والتوقيت الزمني 4:36 ثانية هو التوقيت الزمني لهذا الشوط.